السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنتكلم عن الـ Private and Public IP Addresses. بشكل عام احنا عرفنا ايش يعني Class A و Class B و Class C و Class D و Class A وعرفنا كمان انه كل واحد عنده رينج معين يبدأ من وين وينتهي لوين. الآن هم عدد الناس المستخدمة للأجهزة بشكل عام، يعني سواء كانت بيستخدموها عن طريق الانترنت او حتى بالشركات داخليا بيعملوا شبكة، عدد الأجهزة مهول، وبالتالي الأرقام اللي توفرها الـ IP addresses اللي هي من 0 ل 255 لا تكفي لاحتياج جميع الناس في جميع أنحاء العالم. وبالتالي هم نقلوا من الـ IP version 4 للـ IP version 6، لكن قبل ما ينقلوا عشان يحافظوا على الـ IP addresses بالـ IP version 4 عملوا شيء اللي هو private IP addresses و public IP addresses عشان في limitation بالنمبر تبع الادرسز هدول. كيف سووا؟ قسموا الادرسز الى نصين، نص public ونص private. اللي هو البرايفت هذا اللي تقدر تستخدمه بالشبكات الداخلية، يعني انت لما تستخدم الانترنت انت تحتاج الى public IP address. هذا public IP address يحتاج حجز ويتم شراؤه يعني بفلوس. لكن الـ IP addresses اللي هي private، هذه اللي هي local داخليا تستخدمها، هذه free. وممكن يعني أنا مثلا أعمل IP addresses من هذه الشبكة، واحد تاني يعمل كمان IP addresses نفس الـ IP addresses اللي أنا سويتها بشبكة تانية تبعه private، لأنه بالأول والأخير هي مجانية ولوكال. المهم أنه أنا وإنت ضمن نفس الشبكة ما يكونش في جهازين بنفس الـ IP address، يعني واحد مثلا يكون 10.1.1.1 والثاني 10.1.1.1، هنا ما ينفعش بنفس الشبكة جهازين يحملوا نفس الـ IP address. لكن معي شبكتين مختلفتين، هو حاطط رقم الجهاز هذا بواحد وأنا حاطاه كمان بواحد، عادي لأنه هذول private IP addresses. بالنسبة للبابليك لا، هو لازم يكون بفلوس. عشان كده دائما لما يتم اتصال اليوزرز بالإنترنت هم يتصلوا عن طريق public IP address، حتى في عملية يسموها عملية النات. يعني الآن هذا الجهاز معه private IP address، دائما حابب انه مثلا يروح يتصفح من الانترنت على سبيل المثال، ويروحوا يعملوا عملية تغليف لهذا private IP address ب public IP address حتى يخرج عن طريق الانترنت ويأخذ المعلومة اللي يحبه. ولما يدخل يستقبل المعلومة للجهاز يتم إبعاد هذا الغلاف اللي هو public حتى يدخل الجهاز وهو private IP address، لأنه إذا خرجت الرسالة مثلا من هذا الجهاز إلى الإنترنت وهي تحمل private IP address يتم عملية drop لها، يعني لا يتم استقبالها بالمرة. والعكس صحيح، يعني لما تكون في بيانات جاية من public IP address ورايحة على جهاز ب local network، إذا دخلت من دون ما يشيلوا public IP address لن يتعرف على هالجهاز، لأنه بالأول والأخير الجهاز هو يحمل private IP address. وبالتالي هو تقسيم البرايفت والبابليك، إنه هدول البرايفت أنت قادر تستخدمهم لوكالي داخل الشبكة المحلية اللي هي تبع مثلا داخل شركة، أنا عامل شبكة داخل شركة ممكن أستخدم البرايفت، لكن أول ما أتصل بالإنترنت لازم أستخدم public IP address. وقلنا هذا يتم شراءه بفلوس، عملوا هذا الشيء لأنه public IP addresses لن تتكرر، فهي بفلوس تنشر. يعني مزودي الخدمة هنا كل دولة لها مزودي خدمة تأخذ منهم حتى يتواصلوا عن طريق الانترنت، لكن داخليا محليا هي داخل الشركة الواحدة يستخدم البرايفت طبيعي. يعني أنا ممكن كل الموظفين اللي موجودين يخرجوا عن طريق IP address واحد وخلاص public، لكن محل داخليا عند كل واحد private IP يخصه. الرينج اللي اصطلحوا عليه انه احنا قلنا كلاس A من 0 الى 127، فالرينج اللي ياخدوه من 10 ل 10.255 255 255. داخل هذا الاطار كله يعتبر private، اي رقم خارج هذا الاطار ضمن كلاس A هو ايش؟ public IP address، ويتم شراءه بفلوس يعني. وكلاس بي نفس الكلام، كلاس بي الرينج اللي هو برايفت متعارف عليه 172.16.0.0 و172.31.255.255. كلاس سي من 252.168.0.0 الى 192
168 255 255. هذا بالنسبة لإيش يعني public و private addresses. الآن في شيء معين حابة أنه نبدأ فيه قبل ما ندخل بالسبنيتنج، اللي هو في ما هي هذه التوبولوجي. هذه التوبولوجي اللي نفترض أنه أنا معايا شركة فيها 4 أجهزة حابة أحطهم للهيومن ريسورس أو لقسم اللي هو الموارد البشرية، وجهازين اللي هم موجودين بقسم الاي تي. حتى أقسم هذول 4 أجهزة وجهازين يعني معي 6 أجهزة. 6 أجهزة هذول هل أخذ اي بي ادرس من كلاس اي ولا بي ولا سي؟ الطبيعي اني باخذ اي بي ادرس من كلاس سي، لانه هو انا معي بس 6 أجهزة. اروح اخذ كلاس اي ومعها رقم مهول للهوست؟ لا، اخذ على قد اللي احتاجه. انا محتاج كثير اجهزة، وبالتالي باخذ اقل واحدة بعدد الهوست ادرسز اللي هي كلاس سي. تكلمنا على هذا في الدروس اللي قبل. الان في معايا ال HR والديبارتمنت تبع نتورك. الان انا اخذت 2 different networks معايا، يعني شبكتين 192.168.1.0 و 192.168.12.0. هذا من كلاسي، وقلنا ليش كلاسي؟ لانه انا محتاجة بس قليل العدد. الان بالكلاسي احنا عارفين انه كل شبكة عندها 254 جهاز. طيب 254 جهاز انا ممكن احط، يعني اذا الان انا الديبارتمنت تبع ال HR او الهيومن ريسورس اعطيته 4 أجهزة، اذا انا رميت بكم ادرس؟ رميت ب 250 جهاز ادرس يعني عنوان، والاي تي اخذت بس 2 ورميت ب 252 جالس يعني ارمي بالفاض كده على الفاضي. لكن لو انا اخذت بس شبكة واحدة وقسمتها داخليا الى عدة شبكات، فبحافظ على عدد الادرسز اللي موجودين. يعني انا ممكن اخذ شبكة واحدة واقسمها داخليا الى شبكتين، واحدة للهيومن ريسورس والتانية للاي تي، لان اثنيناتهم عددهم 6، فانا مش بحاجة اني استخدم شبكتين مختلفتين. عشان اساوي شيء مثل هذا حلوه، او ساووا طريقة لحل هذا الموضوع بحيث انه يستثمروا الادرسز من دون ما يرموهم على الفاضي. لان انا الان بقية الاجهزة اللي بشبكة الهيومن ريسورس لن استخدمها، وبقية الاجهزة الاي بي ادرسز اللي بشبكة الاي تي لن استخدمها. ليش ما نقسم كل شبكة على حسب الاحتياج؟ يعني انا مثلا معايا 3 اقسام او 4 اقسام، كل قسم فيه 5 اشخاص مثلا، اخذ شبكة واحدة وداخليا نقسمها 5 اقسام او 4 اقسام على حسب الاحتياج. فمن هنا اجد فكرة السبنيتنج، حتى يحافظوا كمان على الادرسز ما يرموش فيهم على الفاضي. وهذا اللي بناخده بالدروس القادمة، اللي هو كيف واحد يعمل سبنيتنج، وحاجة يسموها VLSM. هدول من اهم المواضيع اللي مهندس الشبكات لازم يكون عارف فيهم تماما. اي شخص بيبني توبولوجي او شبكة لاي مكان يجب ان يكون عنده معرفة بالسبنتينج، حتى يعمل مانجمنت صحيح للاي بي ادرسز اللي موجودة في الشبكات، من دون ما يعمل اضاعة للادرسز الموجودين. وهذا اللي بيكون في الدروس القادمة.